أحل الله صيامكم مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مع الناس لاجئ عابر هي آخر ما استطاع مصطفى سلمى والسيدي مولود الحصول عليه ما هي هذه الصفة وما هو مفهوم اللجوء وهل ساكنة المخيمات بتندوف يحملون صفة لاجئين مصطفى شاب انطلق صغيرا للمخيمات وتحمل مسؤوليات سامية داخلها وراى من داخل النظام المستبد الاوحد الوحيد منذ سبعه وثلاثين سنه نظام يحمل نفس الافكار ويسير بنفس الوجوه ويبيع الوهم ونفس الكذب كل سنه ومنذ سبعه وثلاثين سنه أراد المصطفى الذي رأى كل شيء من الداخل أن يفضح هذا النظام أن يوقف مسلسل الكذب الذي استمر أزيد من 37 سنة لكنهم طاردوه كأي صوت قبله أراد أن يصدح بالحقيقة فإذا لم يسجن أو يقتل أو يباد فسيطرد ويطارد من نظام مدعم بوديان من اموال النفط الجزائري. المصطفى استقر مؤقتا بالعاصمه الموريتانيا نواغشوت حيث يعاني مضاعفات اضرابه عن الطعام ولا زال يعاني ايضا من لا مبالاه من كل الاتجاهات صوت لا زال مصرا على ان تصل الحقيقه مهما كلفه ذلك من ثمن. ارحب بضيوف الكرام الحاضرين معي في الاستوديو وبعضهم من زار مصطفى مؤخرا. ابدا اولا بالاستاذ منار سليمي رئيس المركز المغاربي للدراسات الامنيه وتحليل السياسات استاذ منار مرحبا بك على قناه الوجه اهلا وسهلا كما ارحب بالسيد محمد عبد الله عليات استاذ عبد الله مرحبا بك مرحبا كما ارحب بالاستاذ نور الدين الشاب وهو صحفي بجريده اسبريس الالكتروني وعضو المركز المغاربي استاذ نور الدين مرحبا بك مرحبا واخيرا وليس اخرا ارحب بالاستاذ صبري الحوم محامي خبير في القانون الدولي ورئيس المركز المغربي للحريات والحقوق اهلا بكم جميعا شكراً. ضيوفي الكرام سيد منار نريد ان نعرف في البدايه معكم ومع ضيوفنا الكرام طبيعه الزياره التي قادتكم الى العاصمه الموريتانيه مارشوا الزياره هي زياره تضامنيه نعم. من طرف مركز علمي وحقوقي جوج المراكز المركز المغاربي للدراسات الامنيه وتحليل السياسات ومركز المغربي للحقوق والحريات زياره تضامنيه علم كان مع سي مصطفى ولد مولود الزياره كان الهدف منها هو اولا محاوله الوقوف على وضعيه مصطفى اليوم وجدنا هذه الوضعيه هي وضعيه فريده في العالم شخص يعيش تحت شجره طريدا شريدا يحمل المصحف في يديه شخص هو يعيش الفصول الاربعه تحت هذه الشجره امام المقر او المكتب ديال منظمه غوت هذا الشخص تعطيه هذه المنظمه 8000 اوقيه موريتانيه ما يعادل 200 درهم مغربيه لا تكفي حتى لشرب الماء يعيش وضعيه انه بعيد عن عن ابنائه ويعبر عن قضيه ما هي القضيه شخص لاول مره من داخل المخيمات هو يعبر عن راي ثم المساله الثانيه انه شخص طرد لسبب واحد وهو حرية أنه طالب بحرية التنقل هذا الشخص هو موجود اليوم هو يمكن أن نعتبره هو عبارة عن صوت وتحول اليوم إلى فكرة إلى قضية صوت من داخل المخيمات هذا الصوت هو منع من طرف الجزائر ومن طرف قيادة البوليزاريو بأن يخاطب مجموعة من الأشخاص الذين قد يكونوا اليوم حاملين لنفس التصور إذا الهدف كان هو هذا هدف إنساني عشنا مع مصطفى ايام تقريبا سته ايام نجلس معه نتناقش معه شخص له قضيه شخص له حجج قويه على مستوى طرح شخص له وثائق شخص له مشروعيه ويبدو بان مصطفى هو طرد من المخيمات لماذا؟ لانه لاول مره شخص يطالب بحريه الراي شخص يطالب بحريه التنقل وشخص ينازع فيما نعم. يسمى بقياده البوليزاريو وشرعيتها التي هي شرعيه وهميه حسب المعطيات التي وصلنا اليها. شكرا استاذ منار، استاذ صبري كما بدات هذه الحلقه عندما تحدثت عن مصطلح اللاجئ العابر وانت استاذ في القانون الدولي، هل ممكن انك تشرح لنا هذا المصطلح؟ من أول يعني. أولا إضافة بإمكانك اللي تعطيني انطباعاتك حول الزيارة اللي أولا إضافة إلى ما تقدم به الأستاذ منار زيارتنا إلى مصطفى تأتي أولا تطابقا وانسجاما مع المبادئ التي ندافع من أجلها وهي تعزيز واحترام حقوق الإنسان بغض النظر أن كان الشخص المؤازر أو الذي نتضامن معه في البلد او خارج الحدود وبالتالي <applause> فان الزياره من اجل تجسيد وتكريس هذا المبدا ثانيا من اجل فك فك الحصار والطوق المضروب على قضيه مصطفى, مصطفى. مصطفى. اذا هذه الزياره هي التفاتة هي من اجل اسماع هذا الصوت الذي تحاول جهات اخراسه وتكميم هذا الصوت قلت ليس بنشاز ولكن هو صوت لتيار لتيار حقيقي من داخل المخيمات يجب يجب ان نعرف وان نساهم كل من من موقعه ومن دائره اختصاصه بالتعبير والترويج لهذه الصوت ولما لا لما لا منادات الاليات الدوليه الاليات الدوليه لفك لفك الحصار على هذا الصوت انسجاما انسجاما مع اتفاقية الخاصة باللجوء التي تجعل تجعل من حق حق التعبير مكفول وهذا الحق هو حق مقموع من داخل المخيمات تقمعه الجبهه تساعد وتشاركها في ذلك الجزائر هذه مسؤوليه المفوضيه الساميه لغوث اللاجئين وللاسف هذه لم تقم لا تقوم بمسؤوليتها ولا تبسط ولا تبسط سلطتها على هؤلاء الذي كان يفترض ان يكون تحت سلطتها وتحت حمايتها شكرا استاذ صبري استاذ نور الدين وانت كصحفي ومفروض انك تدافع عن حريه الراي والتعبير كيف وجدت المصطفى سلمو سيدي مولود في اولا اشكركم على الاستضافه ونشكركم كذلك على الترحيب الذي لقيناه هنا بمدينة العيون وهي جزء من وطننا العزيز آه وددت لو أصحح واحد المعلومة جت في تقديم البرنامج هو لما قلت يعني أن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود انطلق صغيرا إلى المخيمات حتى وصل إلى آه يعني كان في من ضمن زمرة القيادة الموجودة خصوصا القيادة الأمنية الموجودة في, في عند بوليزاريو أول الخطأ؟ الخطأ وهو أن مصطفى أنه اختطف سنة 1979 ولما هاجمت يعني عصابة البوريزاري و مدينة السمارة, السمارة. سمارة وألقت قنبلة على بيته ويعني وقتلت أخته على يعني فورا كلمة انطلقت تحتمل تحتمل على أي يعني صحيح يعني باش نعرف أنه اختطف ولم يخير يعني يعني به وعمره لما يتجاوز يعني 11, 11 سنة. سنه بعض المتابعات يعني ان ذهبنا يعني في الاسبوع الفائت عند مصطفى سلمى والسيد مولود هو رجل يعني مثقف رجل مهذب رجل له رأي سياسي له قضيه يدافع عنها ثم انه يمتلك يعني شرعيه داخل المخيمات وله وثائق يعني وثائق يعني وثائق يعني في ادق تفاصيلها تتوضح يعني القضيه انا شخصيا كمتابع ومواكب لهذه القضيه يعني كنت نحس باننا كاين واحد النقص في المعلومات ولما جلسنا مع السي مصطفى يعني ربما اربعه ايام من الصباح الى المساء وكنا وكان يجالسنا يوميا يعني استطعنا ان نفهم القضيه عن قرب. مصطفى عنده واحد الاسلوب حجاجي قوي جدا يستطيع ان يقنعك بطرحه يستطيع انه يدافع عن القضيه بمعنى اخر انه مصطفى خصو الاعلام فقط وخصو الجمعيات الحقوقيه لتدافع عن القضيه وهي قضيه عادله. وللاسف الشديد انه هناك واحد الفطور اعلامي يعني رافق القضيه ديالو خصوصا في السنتين الاخيرتين الاخيرتين ثم ان حتى ما كاينش واحد التضامن بين الجمعيات الحقوقيه يعني هذه هاد البادره هذه ولقينا بان هناك واحد حتى بالنسبه للمعلومات والمعطيات في الملف قضيه الصحراء وهو... وقضيه مصطفى ولد سلمى تحديدا يعني فيها واحد النقص في المعلومات حتى بالنسبه للقارئ المغربي او المتابع المغربي ما كيعرفش قضيه ولد سلمى ولد سيدي مولود يعني بواحد الشكل دقيق جدا استطعنا ان نعرف هذه القضيه ونحاول ما أمكن أن ننقل إلى القارئ المغربي والقارئ العربي والقارئ بشكل عام أن القضية دي المصطفى سلمة شكرا استاذ نور الدين السي محمد عبد الله العليات انت كنت طبعا عندك درايه بما يحصل بمخيمات سندوف في نظرك ما هو الوضع القانوني لحاله مصطفى سلمى في نواكشوط شنو القانوني؟ فعلا هو هذا الشخص شخص لاجئ بالطبع كان من اللاجئين في في الاراضي الجزائريه وبالتالي تم ترحيله الى الى موريتانيا وتبنيته منظمه قوس اللاجئين في فيما يتعلق بمطالبه وهذه المطالب اساسا وهي الرجوع الى الملجا اللي كان موجود فيه اللي هي مخيمات في المخيمات في الجزائر ولكن اللي خاص هون هو هذا الشخص تم طرده من طرف حركة سياسية عسكرية وهذه الحركة السياسية والعسكرية ما عندها التزامات دولية فيما يتعلق بالمواثيق والتشريعات اللي اللي تشير لهذا النوع من الحقوق في اطار قانون الدولي الانساني وبالتالي المعني الاول هو البلد المضيف هذه الحاله هي الجزائر ونظن ان الجزائر لن تقبل برجوع عوده سلمى والسيدي مولود رقم عن هذا خرق في حقوقه الأساسية اللي متعلقة ب اللي متعلقة برجوعه الى الى الى, إلى 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 تركته وعائلته وبالتالي نظن أن الجبهة الحركة هون هي حركة سياسية وليس بتنظيم وليس بدولة وبالتالي من لديه الكلمة الأخيرة أو كلمة الفصل في هذه القضية تبقى دائما الدولة الجزائرية. شكرا سي محمد أسف المقاطعة هل نرجع لك غير باش نستغل الوقت مزيان سي هل أنت متفق مع سي عبد الله على القضية ديال مصطفى الوضع القانوني ديال مصطفى ونرجع للسؤال اللي الأخ لحد الآن ما جاوبني عليه هو صفة اللاجئ العابر. أه هذا مصطلح اللجوء واش ينطبق على أه حتى الناس ديال طابقة عليهم مصطلح اللجوء اولا اللي غريب هو انه لاول مره هاد المنظمه ديال غوت تعطي صفه لاجئ عابر لماذا أشرح لانها لاجئ عابر اولا هذا مصطلح جديد لانها لأول مرة تتعامل مع حالة فردية وجدت إشكال فكيفية بهذا الإتجاه لاجئ عابر بمعنى يمكن يجلس نهار يمكن يجلس عشر سنوات وبالتالي أنه لما كنوضحوا المصطلح ديال ديال اللاجئ اللاجئ أولا يكون محصي كاين هناك إحصاء له هوية له وثائق له حقوق وهذا على حماية أنا جاي للمخ له حماية وبالتالي انه اذا اخذنا مثلا الحاله ديال مصطفى سلمى ما هي المسائل التي عوقب عليها اولا عوقب على حريه التعبير وهذه حق من حقوق اللاجئين ثم انه عوقب على مساله اخرى وهي حريه التنقل اذا لما نضع هذه الامور ماذا نجد نجد هناك ميز في الخطاب على مستوى كاين هناك القيادة البوليزاريو شيء والاشخاص الموجودين في المخيمات شيء <applause> الاشخاص الموجودين في المخيمات وهنا في اتجاه هذا تنظيم هذه الاشخاص مثلا الحاله ديالهم اليوم هي حاله لا تنطبق عليها صفه اللاجئ لكي لا نقول مثلا المصطلح لكثير مستحزين. اشكال وكيضرب في المخ وهو مست... مساله المحتجز واش هذا مصطل... المصطلح انا مصطلح قدحي لا مصطلح, مصطلح محتجز ليس مصطلح قدحي لما تجد بان هناك شخص هو موجود في واحد الرقعه ترابيه محدده محاصر محاصر اذا خرج هنا يعتقل من طرف الجزائر ليس له اوراق ليس له حريه تنقل هنا نصبح في اطار احتجاز هذا هو الوضع اللي كاين لان حتى مصطلح احتجاز هو يدخل في اطار منظومه المفاهيم التي تستعمل داخل القانون يعني الانسان يتعامل مع المصطلح يتعامل مع المصطلح يعني. بانه لا لانه الكثير يعتبر بان هذا المصطلح هو مصطلح قتيل ليس قدحي هاد الاشخاص المجموعه ديال الاخوه الموجودين في المخيمات لا يتمتعون بحقوقهم مثلا هل يمكن للشخص الموجود في المخيم ان يقرر الذهاب الى مثلا الى الامارات الى السعوديه ان يقوم مثلا بجلوس هناك فهذه العمليات هي بمعنى انهم محرومين المنظمات الدوليه هي تمارس نوع من المغالطات في هذا في هذا المجال لماذا نقول اضيف مصطلح اخر لماذا نستعمل مصطلح محتجز هنا نرجع لقضيه مصطفى سلمى مصطفى سلمى لماذا ابعد؟ ابعد لانه نازع في شرعيه القياده، هنا <applause> شرعيه القياده لان الاشخاص الموجودين القياده القياده لا علاقه لها بمناطق النزاع، <applause> ونعطيك هنا فولد عبد العزيز ينتمي الى الصحراء الجزائريه، زوجته ابوها عمده كان في تندوف وهي ضابط في الجيش الجزائري اليوم. نعطيك مثال الشخصية الثانية لامي البوهالي كان عسكري في الجيش المسألة خداد أصله من رقيبات أولاد ولا موسى, موسى أصله موريتاني الوزير الأول الحالي عبد القادر الطالب فعمره أربع. فهو قبيلة أربع. قبيلة إدو الحاج بمعنى أنه رئيس الهلال الأحمر أصله موريتاني اللي هو خطر اصله موريتاني القبيله المنطقه اللي كينتمي 20 كيلومتر على نواكشوط اذا هنا اللي خطير وهو ان هذه القياده ولا احد ينتمي هنا وهنا غنلاحظوا بانهم ابعدوا الاشخاص اللي هما مرتبطين هنا مصطفى سلمى ينتمي الى الى فخذه البهات اللي هي من 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 اصل القبيله الام اللي هي رقيبات وكاين كينتمي الى واحد المنطقه اللي كانوا كيسموها نص الخيمه معروفه هذه في الثقافه اذا هنا لكي نفهم المساله ديال, ديال 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 الصراع باش نرجع للفكره ان هاد الاشخاص اليوم ليس لهم حريه الاختيار ليس لهم بطائق الجزائر لا تسمح باحصائهم هذا اشكال كبير مثلا قياده البوليزاريو لا تسمح باحصائهم وبالتالي هذه ابسط الحقوق اذا هنا هذا المصطلح اللي البعض ربما كيمشي منه رغم ان المنظمات هي تحاول المنظمات احيانا تكون مضطره لتستعمل هذه المصطلحات ولكن هم حسب قواعد القانون الدولي ليسوا لاجئين وبالتالي يجب العمل لكي يصلوا الى مرحله نعم هذا بالضبط استاذ حينما يتم احصاء ساكنه مخيمات تندوف وتعطى لهم صفه حقوق بامكانهم ان الى بلد اخر سي صبري عندك اضافه في هذا نعم اضافه حتى لا تؤاخذ علي ان ربما تناسيت في اطار تفاعل مع قضية صح من تعريف صح صح من تعريف صفه اللاجئ وفقا للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين اللاجئ هو كل شخص وضع يوجد نتيجة لخوف لا لخوف له ما يبرره خارج بلده خوفا من الاضطهاد إما بسبب عرقه أو دينه أو رأيه السياسي ولكن لا يستطيع العودة إلى بلده لأن هذا هو التعريف اللي أعطته الاتفاقية ديال الخاصة بوضع اللاجئين. ننتقل الآن إلى الآثار ديال اكتساب صفة لاجي. الآثار التي تترتب عن اكتساب صفة لاجي هناك حقوق لفائدة اللاجئ من بين هذه الحقوق والتي تعتبر التزام على عاتق الدولة المستضيفة أو التي يوجد اللاجئ على أقليمها وعلى ترابها. أنه حق كان كان لزاماً كان لزاماً ومن واجهة بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان أن تمكنه من أوراق الهوية أن تمكنه من وثائق السفر أن تمكنه من حرية التنقل أن تمكنه من حق الإنتماء إلى الجمعيات وحرية التعبير وحرية الملكية وأعتقد أن بل أؤمن جازماً أن كل هذه الحقوق هي الحقوق صادرتها الجزائر بالرغم من أن القانون الدولي بالرغم من كون أن الجزائر وافقت وانضمت وصادقت على هذه الاتفاقية وأصبحت وأصبحت ملزمة بمقتضياتها و أكثر من ذلك فإن المادة 131 و 31, 132 من الدستور الجزائري تعطي للاتفاقية الدولية التي وافقت وصدقت عليها قوة أكثر من القانون الوطني إذا هذا بالنسبة للالتزام الذي خرقته الجزائر عندما تخرق الجزائر هذه الحقوق وهذه الالتزامات التي هي مفروضة عليها بمقتضى القانون لا أعتقد من تسمية للوضعية التي يوجد عليها هؤلاء أقل أقل ما يمكن وأقل وصف أن هناك إقامة إجبارية لربما أنه احتجاز وفي اكثر الحالات يمكن ان نسميه اعتقال تحكمي او اعتقال تعسفي اذا لربما الاشخاص او عندما نتحدث نتحدث عن النتيجه ولكن لا نشرح كيف وصلنا الى هذه النتيجه والى هذا المصطلح لربما يكون الخلط ولربما يتوهم البعض انه مزايده سياسيه ولكن الحقيقه انها عندما نصادر الحقوق فان اقل ما يمكن ان يقال على تلك الوضعيه انها اقامه اجباريه سيما سيما ان الجزائر ولئن كانت تسمح لهؤلاء بحريه التنقل داخل قطر ودائره معينه فانها لا تسمح لهم بالتحرك والتنقل خارج هذه الدائره وهذا المحيط انتقل الى نقطه ثالثه هذه النقطه الثالثه وهي المتعلقه بضروره والتزام الدوله المستضيفه بالتعاون مع السلطات الوطنيه من الجزائر ان تتعاون مع المفوضيه الساميه لغوث اللاجئين. اللاجئين كيف ستتعاون بتحديد وضعيه اللاجئين عن طريق احصائهم ووضعيه الاتفاق نبقى في هذه النقطه هذه اسمح لي على المقاطعه نصور السي محمد عبد الله بالنسبه لوضعيه اللاجئين وكنا كنعرفوا انه البوليزاريو لم تحصي مخيم سكان مخيمات يعني شنو هي المسببات هل هو الخوف من من احصاء ساكنه المخيم شنو مسبباته هو اللي خاصه يكون واضح وهو نحن امام هذا هو اللي خاصنا نفهمه نحنا ما مالنا امام نظام مالنا امام نظام دوله نحن امام حركه سياسية عسكرية. وهذه الحركة السياسية عسكرية ما معناها عنها تعدل اللي بقات بلا حسيب ولا رقيب، فعلاً. مجتمع الدولي يراقب، ولكن هذه الوضعية يا من زاوية قانون إنساني، قانون دولي إنساني. ولا نشوفوها من زاوية قانون دولي لحقوق الإنسان. بها القانون الإنساني أولاً يضمن المأوى يالطو والاستقرار والصحه والتعليم وحريه التنقل هذه الحركه ما يمكن لها عنها تضمن احزاب سياسيه ولا يمكن لها عنها تضمن جمعيات حقوقيه ولا يمكن لها عنها تضمن هيئات أو منظمات جماهيرية نبقى في صلب السؤال صورتك على القضية ديالي التمثيل الوحيد يبقى هو المبادئ أو السياسات المرتبطة بهذه الحركة السياسية العسكرية نحن لسنا أمام دولة و... ونحن أمام حركة سياسية عسكرية لا زيادة ولا أكثر وضعها في القانون الدولي معروف شنو هي الحركة ودولة ذات سيادة مستقلة معروفة والمتناقضات اللي جات عن طريق البوليساري فيما يتعلق بتأسيس مشروع دولة هو تناقض في القانون الدولي وذا فوقها القانون يشير لذلك أما فيما يتعلق بإحصاء اللاجئين إحصاء اللاجئين ما من وسع الجبهة ولا من سيطرة الجبهة عنها تدليب بالرقم الصحيح والحقيقي اللي هو موجود فيما يتعلق على اللي تنطبع عليه صفه لاجي تبقى هون مصالح اخرى مصالح الى قد يتسميها جيو استراتيجيه جيوبوليتيك في المنطقه هنا ترى يرتبط البلد المضيف وهي الجزائر إذا تم الكشف عن ذلك بما فهم إذا ذلك لا تمتلك قرار مستقل إذا تم, تم الكشف عن ذلك يعني على الموقف الجزائري والاهداف اللي تعمل من اجلها الجزائر في المنطقه باكملها ما 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 ما, ما, ما عندها معنى شكرا للسي عبد الله في وجهه نظري المتواضعه شكرا للسي عبد الله بس نرجع لك واحد شويه نرجع لك السي نور الدين الشاب نرجع مع السي منار تعقيبك على هذا الشيء اللي قال الاستاذ عبد الله وايضا تمكنني من شنو هو تخوف جبهه البوليزار من حصاصه ساكنه تندوف لا غير احنا الى اذا تحدثنا باللغه ديال ديال, ديال 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 القانون الدولي كيبان بان هذا المصطلح لما كنقولوا محتجز هو يقلق هذا راه مصطلح في القانون الدولي هل هؤلاء الاشخاص لهم حريه التنقل هل لهم حريه الاختيار هذه المسائل غير موجوده هل هناك حمايه حتى لما يغادرون هذا المربع اللي هو ترابي يغادرونه يعتقلون من طرف الجزائر حسب العديد من من الشهادات ليس لهم اوراق هويه اذا ماذا نسمي بالنسبه للشخص الذي يغادر مثلا عائله فيها خمسه اشخاص اذا غادر اثنان يستمر ثلاثه بمعنى انه نوع من من الاعتقال هذه الوضعيه لا يمكن ان نسميها بانها وضعيه لاجئين اللاجئ له الحق في الحمايه وله الحق في الاختيار هذه المساله غير موجوده اليوم بمعنى ان الاخوه الموجودين في المخيمات لا زالوا مطالبين بالنضال من اجل الوصول الى وضعيه لاجئ هذه مساله الان يجب ان نفهم لما كنت اتحدث على القيادات راه يبدو هذا ياتي في التقارير الدوليه ان قياده البوليزاريو الان هي تحولت الى سجل تجاري لما كنت على الاسماء هي كلها لا تنتمي وبالتالي هي علاقتها كنميز هنا بين الجزائر وبين قياده البوليزاريو وبين من مجموعه من الاشخاص الذي هم الذين هم في وضعيه هي اقل بوضعيه ليست وضعيه لاجئين لماذا تصر الجزائر على عدم الاحصاء صح. اعتقد بان إذا, اذا تم احصاء شخص معنى انك ستعطيه هويه وستعطيه حقوق لاجئ ويصبح انذاك يمكن ان يتنقل بكل حريه هذه المساله لا يرد الجزائر اخر المعلومات تقول بان المساحه تضيق المساحة أنها تضيق يوميا وأن هؤلاء الأشخاص الآن ممنوعون من زيارة مقبرة خارج المخيمات قضية مصطفى ولد أنا أضعها مع قضية أخرى أضعها مع قضية أخرى مصطفى ولد سلمى أولا ينازع قيادة البوليزاريو على مستوى الشرعية وقام بعملية تشخيص بمعنى تشخيص ويقول بأن هؤلاء الأشخاص الذين يحكمون اليوم لا علاقة لهم بمناطق النزاع أنا أعرف شخص أعطاني اسمه وهو ود الكتاب انا اعرف اخوه هذا ود الكتاب هو موريتاني اعرف اخوه شخصيا بمعنى ينتمي الى موريتانيا هؤلاء الاشخاص وليس هناك اشخاص ينتمون الى هذه المناطق المنطقة. هم يحكمون بمعنى انهم يحكمون على مستوى القياده ابعدت وهناك العديد من الفخذات التي هي مثلا مظلومه مثلا منها الفخذه التي ينتمي اليها مصطفى وهي فخذه البويهات, البويهات. اذا قضيه مشروعه ولكن لاحظ معي بأن مصطفى وقع تعتيم كبير حقوقي على قضيته مقابل مسأله أخرى وهي مسألة أضعها مسألة أمينة حيدر أمينة حيدر لا تنتمي إلى مناطق النزاع إذا أخذنا الخريطة وأنا أتحدث هنا بدرايه وبالوثائق هذه الـ هذه الـ هذه الـ هذه السيدة سلطت على الأضواء المنظمات الحقوقية أخرجها البوليساريو يسميها ماذا يسميها البوليساريو يسميها بين قوسين مناضله متعاونه هي هي وشخص اخر وهو التامك اعطاهم هذه الشرعيه غير غير الصحيحه في حين ان قضيه هذا الشخص الذي هو حامل لقضيه حامل لراي قال كلمه واحده قال بانه هو تحول الى فكره الان ان الاشخاص الموجودين في المخيمات لهم حريه الاختيار والتعبير وحريه التنقل بمعنى انه مورس عليه كل هذا النوع من التعتيم، ولا بمعنى العديد من المنظمات الحقوقيه لا تتحدث عن قضيه مصطفى ول الذي اقول يعيش شريدا طريدا ويحمل المصحف، وربما الصور على الفيسبوك اول يوم من رمضان يفطر وحيدا بعيدا عن عائلته يجلس مفترشا الارض. اذا هذا اشكال يجب ان ان نناقشه. لا شوي شوي دقيقه لا بغيت نقول الاستاذ فيما يتعلق بالاشخاص اللي ينتموا البلدان المجاوره صحيح القانون الدولي لا يعترف بالامتداد القبلي عبر الحدود يعني عن انسان سواء كان من قبيله او من عشيره او من مجموعه بشريه ما يمكن عنه يقضي يعود واحد مواطن في هذا البلد والثاني مواطن في هذا البلد ولكن المقصود هون المقصود هون ما هو مهم بالنسبة لنا يعود فلان في قيادة البوليزاريو شرعي أو غير شرعي أو يعود في طرف آخر شرعي أو غير شرعي قضية صحراوي ما يقد حد ينزعها من حد ولا يقد حد يعطيها لحد هذه من جهة من جهة ثانية هذه الممارسة اللي شرت لها فيما يتعلق الاشخاص اللي عندهم جنسيات اصلا اجنبيه فعلا هذا واقع موجود وهذا الواقع اللي جعله يعود عن تابو والله ما ينذكر هي مصالح القبليه معينه في قبائل معينه فعلا الطرف الاخر ما تعامل مع الناس وهو يشير بانهم مواطنين الى اخره ما تعامل معهم كلاجئين او كبشر ما المواطنين ما فاتوا عاد مواطنين حتى هون ما تعاملوا مع الاشخاص على اساس المواطنه تعاملوا معها على اساس قبليه نفس التعامل القبلي والمظلة القبلية اللي تصبح بين عشية وضحاها تنتمي إلى بلد أجنبي وتصبح تنتمي إلى هذا البلد مرتبطة ببعد قبلي هذا الشيء قريب سي محمد انت كنت انت كنت انت كنت في مخيمات سندوف شيء قريب قريب لا ينفذ لما اذهب الاخوان انا اللي كندير انا كندير الحوار استاذ اسمح لي السي منار السي نور الدين عندك الحق لان انا تجاهلناك هذه باش ما تستهمنا باننا ما عطيناك لا لا في هذه القضية ديال لا في هذه القضية مثل ما نقولوا حنايا مصطفى سلمى والسيدي مولود يمتلكوا المشروعية لانه ولد المنطقه يعني هنا كيطرح واحد السؤال وانا معك في السؤال تعريف من هو الصحراوي يمكن عرف الصحراوي المغرب بغى يوسع في التعريف إبان الحديث عن ما يسمى بالاستفتاء يا اخي تحديد الهوية الى 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 ولكن المعايير اللي طرحتها جبهه البوليزارو هي الاحصاء ديال 1974 احصاء ديال 1974 يعني يعني هاد الناس ما إذا إيه سمحت أنا بلا ما نقاطعك هذه الحالة هذه الحالة بلا ما نقاطعك هذه الحالة هذه الحالة باختصار باش ما ندخلوا ندخلوا ولا نخرجوا منها هذه الحالة ومارست يا أخي في تاريخ هذا النزاع بشكل واسع أنا معك والقانون معك ولكن ما هو الحل؟ ما هو الحل لاستئصال لا سي محمد هذا اللي, أستاذ اللي يقول محمد هذا السيد استاذ محمد هل هذا أستاذ هل, أستاذ هل, محمد هل هذا الكلام استاذ محمد مرتبط بمعاناة ام هو مرتبط بقناعه دائما هذا هو السؤال المطروح استاذ سؤال الحلقه حلقة. احنا باش نرجع تفهمتني والله ما فهمتش صار غوفون انا مطول نرجع للموضوع بعد هذاك السؤال اللي طرحتيه بالنسبه تفضل استاذ تفضل غير ممكن هذا النقاش نشيروا له في حلقه ثانيه ونستضيفكم وتكلموا على راحتكم نرجع للموضوع اضافه الى ما تفضل به الاستاذ من ناحيه ديال لماذا لماذا الجزائر ترفض احصاء سكان سكان المخيمات ولن اضافه كما قلت الى ما تفضل به الاستاذ بكون ان عندما تحصي شخصا يعني تعينه توصفه تدلي بهويته وببيانته تكون ملزما كما قلت بتوفير الحمايه التي يوفرها اياها القانون هذا من جهه صحيح. من جهه ثانيه اولا عدم احصاء احصاء سكان المخيمات كان الهدف منه هو من اجل المناوره السياسيه المناوره السياسيه ليبقى الرقم مجهول ليبقى الرقم هو مجرد فزاعة عندما تفصح أنت عن رقمك أفصح عن رقمي إذا هذه من ناحية ومن ناحية الثالثة هو من أجل أن يكون الرقم في المخيمات يضخمون منه من أجل المتاجرة بالمساعدات إذا هذه هي نقط ثلاثة كما قلت ما وراء وراء الاكمه ما وراءها هنا هناك من اجل تنصل من الحقوق والحريات التي يضمنه القانون ثانيا من اجل المناوره السياسيه وثالثا من اجل المتاجره بالمساعدات ولكن السؤال السؤال الذي يجب ان نطرحه ولنا المشروعيه في ذلك هو لماذا تتنصل تتنصل المفوضيه الساميه لغوط اللاجئين من القيام والاضطلاع بمسؤوليتها في توفير هذه الحمايه التي انما 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 اسست او انشات هذه هذا المكتب وهذه المفوضيه من اجل القيام بدور معين هذا الدور محدد بمقتضى الاتفاقيه التي اشرنا اليها واكد ثانيا النظام الاساسي لهذه الاتفاقيه المفوض السامي كما نعلم يعمل تحت سلطه سلطه الجمعيه العامه للامم المتحده تحت رعايه الامين العام ولكن تحت جهازين اثنين الجهاز الاول هو الجمعيه العامه للامم المتحده والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي اعتقد اعتقد ان غيابنا عن نشكل قوه الضغط داخل الجمعيه العامه وداخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو السبب هو السبب الذي كرس النتيجه الحاليه لان لا نتوفر لا نتوفر على قوه ضغط حقيقيه من داخل الجمعيه العامه ولا من داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهنا وهنا اؤكد على دور دور المجتمع المدني لان لو اذا رجعنا للتكوينات تكوين ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي تكون من جمعيات المجتمع المدني لو لدينا حضور وساهمت الدوله في تكريس حضور الجمعيات لربما لحققنا النتيجه التي لم نتمكن من تحقيقها عبر الدبلوماسيه الرسميه يمكن ان نحقق نتائج عبر الدبلوماسيه الموازيه التي هي للمجتمع المدني. حتى في التقرير الاخير ديال كريستوفر روس اكد على القضيه ديال ضروره احصاء ساكنه مخيمات تندوف نبقاو في هذه النقطه هذه السيمنار وتعقيبا على الكلام اللي قال غير فقط باش بغ... في فضلت اطار هذا سميتو لان حتى الامين العام الامين العام في اطار تقاريره الدوريه في كل ابريل من سنه اشار في التقرير ديال 2011 و2013 ان المعلومات اعترفوا بكون المعلومات شحيحه على المخيمات. هنا يؤكد عدم بسط المفوضيه لسلطتها ورقابتها ولا تعاونت الجزائر مع المفوضه وفقا للقانون. ولا شكرا سي صبري المساله دي رجل. لان السؤال الذي يطرح ويجب ان يفهمه الاخوه في المخيمات سؤال با. لماذا ترفض الجزائر عمليه الاحصاء؟ والاحصاء هو هذه قاعده من قواعد القانون الدولي. اذا احصيت شخص اصبحت له هويه اصبحت له وثائق واصبحت له حقوق ويمكن للمنظمات الدوليه من كل بقاع العالم ان تدخل وتسال عن وضعيته. هذه المساله لا تريدها الجزائر. رغم انه القرار الاممي الاخير واضح يخاطب الجزائر بانها يجب ان تفتح المخيمات من اجل الاحصاء، لهذا أكرر بأن الإخوة لا زالوا لم يصلوا إلى مرحلة اللاجئ حرية الاختيار وحرية التنقل. هذا 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 إشكال، راه يجب أن نميز الآن تطور في القضية، أن نميز بين ما قامت به الجزائر بتواطؤ مع قيادة البوليزاريو وبين الأشخاص الموجودين في المخيمات والذين كانوا من بينهم مصطفى سلمى الذي انتبه مصطفى سلمى انتبه لأنه هذا قيادي. هذا كان قيادي له معلومات عاش مرحله طويله في المخيمات، انتبه الى هذه المساله وبدا ينازع القياده، بدا ينازع القياده حول هذه المساله فالاحصاء اعود اليه معناه ان يصبح لهؤلاء الاشخاص هويه وثائق حريه التنقل ان تدخل عندهم المنظمات الحقوقيه تسالهم ان تكون لديهم الحمايه، هذه المساله ترفضها الجزائر وترفضها القياده، هنا أكرر أنا شخصيا لا أفهم كيف أخ شخص أعرفه في موريتانيا كان مسؤول، شخص مسؤول في موريتانيا هو شخص الآن موجود في المخيمات هو قيادي شقيقه هذه المسألة خطيرة جدا، ثم ليس هناك صحراوي خارج خارج الصحراء الجزائرية والصحراء الموريتانية مسؤول أعطيني اسم واحد اسم واحد يعطوه لي مثلا اللي هو مسؤول في القياده، كانوا دائما يبعدون من القياده، هذه لعبه يجب ان ان تتضح وهنا نتحدث على بينه، انا اتذكر جيدا بانني تناقشت مع سفير بين مزدوجتين البوليزاريو في في باريس اللي هو عمر منصور، طرحت عليه سؤال واحد فقط من اين اتيت بالتمثيليه؟ فكاد ان ينزع ثيابه أه، ثم طرح نفس السؤال على برنامج فرونس 24 أه، طرح على شخص اخر من طرف السؤال. قال لي اعطيني وثيقه واحده تثبت بانك من 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 المسائل التي كنت اتحدث عنها انك لست موريتاني من صحراوي موريتاني او صحراوي جزائري فرفض هذه هذه المساله هذه هي التي يجب الانتباه اليها اما وضعيه اللجوء فان الاخوه لا زالوا لان اللجوء يعطيك حقوق وحمايه مسألة هذه مساله في النقطه مقاطعه النقطه هذه بالنسبه للجوء السي محمد عبد الله انت اقمت فتره طويله في مخيمات سندوف في لم تحصل على بطاقه اللجوء لماذا هو فعلا هي الامم المتحده تتعامل بطريقه مزدوجه مع اللاجئين بهم هم عمليا وفعليا فعليا لاجئين منظمة قوس اللاجئين تتعامل مع هذه المجموعة البشرية كمجموعة من خلال البرامج برامج التقضية وفيها بعض الدعم للبرامج التدريس وفيها بعض الدعم للبرامج الصحة تتعامل معهم مجموعين كلاجئين أما فيما يتعلق بهوية الأشخاص اللي ينتج عنها حقوق على البلد المضيف ذاكولي منظمة قوة اللاجئين ما فات جبرت من التعاون معها من طرف الجزائر بصفة خاصة هذه الحالة منظمة قوة اللاجئين هو التعاون مع الجزائر بصفة خاصة والجزائر بصفة خاصة ما هي الله تكشف عن الرقم الحقيقي للاجئين اللي تنطبق عليهم صفة لاجئ القادمين أصلاً من الإقليم وعلى هذا الأساس بالنسبة لساكنة مخيمة تندفوش واضح بالنسبة لهم أنهم لاجئين؟ هما 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 فعليا هما فعليا وواقعياً وهم لاجئين وال والعالم يعترف بذلك وعلى ما عندهم بطاقة والعالم يعترف بذلك على ما عندهم بطاقات تبقى قضية مربط الفرس في هذا الأمر شنو هو مربط الفرس؟ لا يمكن لدولة هي في نزاع إقليمي من أجل البحث عن نفوذ في منطقة المغرب العربي عن تكشف عن الورقة الاساسية التي هي تعمل عليها في المنطقة وهذا واضح سي نور الدين عندك شي اضافة ممكن تتكلم لي بما انك صحفي ومن المدافعين عن الحريات بالنسبة للتعقيم التعتيم الحقوق اللي وقع في مخيمتنا واحد نقطة نضيفها بما يسمى بهذا لاجئ او محتجز الواقع يثبت الوقائع تثبت على انهم محتجزين يعني انه لا يحق له التنقل لا يحق له التملك وهنا احد الاشخاص من داخل المخيمات كان يبحث على قضيه يعني حق التملك سر لانه كيفاش انه محروم من حق التملك داخل داخل الجزائر ف احد المسؤولين يعني قال له السبب او السر قال له جوج ناس يعني لا يحق لهم التملك داخل الجزائر عندك اليهودي وكذلك اللي يسكن في المخيمات. هذا باش نقول هذا راي نقل الينا <تصفيق> حرفيا <تصفيق> ويجب ان يوضح. جزائري ساله احد الاشخاص من المخيمات لماذا ليس لنا الحق ان نتملك في الجزائر فاجابه هذا بان هناك شخصين لا يمكن لهما التملك في الجزائر الاخوه المحتجزون في في تندوف وليهود. واليهود هذه خطوره هذه نظره هذه نظره الجزائر, هذه الجزائر يعني الكثير يعني. لا يعرف خطوره نحن هنا فسو نتحدث ك <applause> كاكاديميين الكثير لا يعرف خطوره الجزائر في هذا اللي اللي شكرا دقيقه تفضل تفضل سي لازم ثاني نزيد واحد النقطه اخرى يعني كما قال الاستاذ صبري يعني ضروري من مجتمع مدني ومنظمات حقوقيه ولكن المجتمع المدني او المنظمه الحقوقيه بشكل عام كتبقى يعني كتبني كتب كتبني الموقف تاعها على المعلومه وحتى بالنسبه للموقف الصحفي او المواكب او المتابع الاعلامي تبني على المعلومه وهذه المعلومه هذه هي اللي خصنا نفهموها ونعرفوها انا كنقول دابا حاليا مجموعه من الصحفيين اللي هما كيكتبوا على الملف ديال الصحراء انهم لا يفهمون هذه القضيه صح بشكل صحيح يعني كاين واحد النقص ديال المعلومه بمعنى انا, أنا, أنا بمعنى انا كان بمعنى ان ضروري لا بالنسبه للفاعلين في المجتمع المدني او في الاعلامي ان تكون واحد الدورات تكوينيه باش يتعلموا هذا الملف كيفاش يدافعوا علاش لان كما قال احد الأكاديميين الاسبان ان قضيه عادله ولكن بمحامي فاشل بغيت وفي مقابل هذا كاين واحد الصوره سوداويه على المغرب الى درجه كما قال هذه النقطه هذه سي سي حينما حين يتم احصاء ساكنه مخيمات تندوف وتعطى بطاقه اللجوء بامكانهم يمشوا للبلد الثالث او رابع علاش ما يعودوا كاع الاقاليم الجنوبيه وان الزيارات العائليه كذبت كل ما يقال عن المغرب بزاف ديال ساكنه مخيمات تندوف كتجي في زياره العائلية وتجلس في المغرب نعم ترفض العوده نعم المخيمة. فقط اريد ان اوضح فكره بل هو اقرار واعتراف كافه سكان المخيمات يمكن يمكن ان نجد من بينهم من يتوفر فعلا وحقيقه على وصف اللاجئ لكن هنالك من بين هذه الفئه من اقتيد الى تلك المكان من ذهب الى ذا المكان وكان صغيرا وبالتالي يجب ان يعبر وهو راشد وراشد هل هل هو يختار الاقامه في المخيم ام يختار الرجوع الى بلده ووطنه اذا هذا ضمن هذه الفئه من السكان هنا يمكن ان نميز ولكن كيف لهذه الشريحه التي ستختار أو قد تختار الوحدة، كيف يمكن لها أن تعبر في ظل في ظل شروط يطبعها القمع، يطبعها مصادرة حرية التعبير وحرية الرأي، وبالتالي هاد, هاد لماذا هذا وهو ما يفسر وهو ما يفسر رفض رفض الإحصاء ورفض وقمع الحريات ولا قمع الإنتماء إلى الجمعيات، وهنا ارجع الى مساله ثانيه وهي ازدواجيه التعامل تعامل الاعلام تعاون الجمعيات الحقوقيه وتعامل المفوضيه الساميه لغوة لجنه هذا الازدواجيه في التعامل في رصد والتحقق ولا في كل كل حركه من داخل الاقاليم الجنوبيه في مقابل في مقابل غيابها عن القيام والاطلاع بالدور ديالها في المخيمات هو يفسر شيئا ما أن هامش الحرية هو بالمغرب لماذا؟ من هذا الفصيل فصيل الانفصال الذي يعبر بحرية بحرية عن رأيه وعن قناعته يفسر أن هنالك هامش كبير من الحرية في مقابل غياب هذه الهامش من داخل المخيمات إذا هذا هو التفسير الذي يمكن أن عندما تجد مثلا مظاهرة تجد تجمع يعبر عن الانفصال وتضمن وتضمن له حرية التعبير عن هذا الرأي في ظل إقرار حتى المف... الأمين العام عن أن... الإقرار دياله أن هنالك مزاعم عن الانتهاكات اذا التقرير ديالو يقول ان هنالك مزاعم دون ان يكلف شكرا نفسه ولا صحيح. الاجهزه التي تعمل تحت رعايته من وسط الوقت الصباح كيداعمنا ما تلاش الوقت بزاف سي منك كلمه كلمه خير الاساسيه ديال كان عندك شي تعقيب على هذه النقطه اللي عاودت رجعت لي انا انا هنا سؤال واحد للاخوان في المخيمات من اللي شكون اللي تسمح لي في الجزائر بانه يملك قطعه ارضيه او منزل لا أحد. لا احد لماذا يطرح هذا السؤال فقط لماذا علشي. لماذا هذا الجانب الاول الجانب الثاني اللي اللي كنطرح هنايا وهي مساله اللي تحدث عليها انهم الصوره التي يعطونا على المغرب في المخيمات لانه كان خطير جدا. صحيح هذا الشكل اللي كان موجود. إلى لا صور خطيره وهنا كنحيل على شخص اللي هو له له جمعيه جمعيه الذاكره وعداله في موريتانيا اعتقل اختطف واعتقل قدم شهادات اللي هي خطيره جدا ما كاينش مجال نتحدثوا عليها ولكن الصوره اللي كتعطى على المغرب والناس الان مجموعه من الاخوان جاوا زاروا المغرب الان وشافوا الصوره راه في المخيمات اذا قطعت السجائر يقولون لهم بان المسؤول هو المغرب لاحظوا هذه المساله وكان المغرب مسؤول عن كل شيء هذه هذه مسائل بمعنى مسائل صعبه الان يجب الالتفات الى الجهه الاخرى المسؤوليه هي مسؤوليه قياده ومسؤوليه الجزائر واعود الى نقطه المتعلقه نفس الوضع المتعلق بهذه القياده قياده البوليزاريو هي نفس الصوره بالنسبه لما يسمى بانفصالي الداخل الكوديسا الكوديسه اتحدى اتحدى شخص يعطيني من خارج القياده انهم ماشي عائله واحده او الجماعات الاخرى، نفس المساله. اذا هنا باش تبان لكي تظهر فكره فكره المصالح. ولكن انا في نظري انه نرجع للنقطه المركزيه. مصطفى سلمى الان هو فكره هو قضيه. مصطفى سلمى فكره وقضيه، هو تيار. هناك اصوات اخرى موجوده داخل المخيمات. لها راي مخالف لقياده البوليزاريو وتريد حريه التنقل والسؤال هنا هو لماذا طلب من مصطفى ان يغادر المخيمات لماذا لم يسمح له بالعوده الى المخيمات بمعنى شخص واحد شكل خطر على القياده البوليزاريو كلها اين يكمن الخطر وهو المنازعة أولا انتباه إلى اللعبة المنازعة في قيادة البوليزاريو ثم المطلب حرية التنقل وحريه التعبير وحريه الراي وطلب ما يسمى بان يتحول الاشخاص الى لاجئين اكررها واقولها وانا انتمي الى شعبه القانون الدولي وانتمي الى شعبه العلوم السياسيه بمعنى قرات جميع المواصفات ولم اجد بان الاخوه لهم صفه لاجئين سي نور بصفتكم اعلامي كيفاش يمكننا نخترق مخيمات تندوف ونبلغوا هذا النوع من الرسائل لساكنه المخيمات اولا اثناء زيارة المصطفى لقينا بان مصطفى ماشي هو شخص وانما يمثل تيارا داخل المخيمات نعم. المخيمة يعني سكان المخيمات يعني فقدوا الثقه في القياده ومجموعه من الناس التقيناهم يعني واكلنا معهم وشربنا معهم الى اخره وتحدثوا بمراره عن الوضعيه التي يعيشونها وكيفاش يمكننا نحاولوا ما امكن كيبان لي كيفاش يمكننا نحاولوا نصلحوا ديك الصوره عند 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 الناس في المخيمات على المغرب اللي ما عمرهم جافوا المغرب او اللي عاطينهم واحد الصوره سوداويه على المغرب لاحظ معي ملي كتدخل تبحث كتلقى بان 105 موقع الكتروني ممول حول قضيه الصحراء لانتاج الكراهيه كاين كاين قناتين فضائيتين يعني 90% من البرامج تها مخصصه لما يسمى بتقرير المصير كتلقى في كل ولايه في الجزائر هناك اذاعه خاصه واذاعه يعني ديال الدولة وكلها مخصصة لإنتاج الحقد والكراهية لكل مغربي ولكن كيف أنا كيبان لي كيفاش يمكننا نحاولوا نتواصلوا واحد التواصل إعلامي جديد لأن السي مصطفى جاب واحد الخطاب جديد ماشي ذاك الخطاب اللي كنا كنعرفوه القضايا الناس اللي كانت كت إذا ب... شنو المطلوب من إحنا كإعلاميين؟ المطلوب كإعلاميين نحاولوا أمكن نفهموا قضية الصحراء مزيان ونجدوا من الخطاب ديالنا ما يبقاش الخطاب القديم يعني مين تنقول مثلا مرتزقه مست... مست... تنجلس مع مصطفى تقول لي ها علاش مرتزقه؟ مين كنسمع محت... محتجز ماشي سب او شتيمه، ها علاش محتجز؟ يعني يكون عندنا واحد الخطاب فيه خاص يعني البرهان وفيه التوضيح اكثر لان الانسان شكراً سي نور الدين لان الوقت دقيقه دقيقه سي محمد عبد الله عليا اخر اخر جمله انا اللي نقول في هذا الامر كامل عن عن الدوائر العليا اللي متعلقه بالدوله والدوله هون وحده ما نعني بها المغرب عنو يالتو يفتح حوار ما معناها عنها مناظره يفتحها مع كفاءات المنطقه شنو هو اللي يالتو ينعمل فيه في البعد الاجتماعي شنو هو يالتو فيه في البعد الامني شنو هو يالتو فيه في البعد الاستراتيجي شنو هو يالتو فيه في البعد القانوني اللي متعلق ب ملف الصحراء صحيح شكرا سي عبد الله استاذ نختم معك صبري اؤمن ان مآلات القضيه في نهايتها لا تخرج عن حل لا ثاني ولا ثالث له وأن يتفطن المجتمع الدولي ان الحكم الذاتي هو الذي سيضمن الامن والاستقرار للمنطقه وان تفتيت, تفتيت الدول خاصه في الساحل لن يزيد المنطقه الا توترا وبؤره صحيح. للارهاب وبالتالي اعتقد ان دور ودعم المجتمع المدني من شأنه أن يكسر ذلك تلك الحلقة سيما وأن مصطفى يحمل فكرا مناهضا للإنسان الروبوت التي صنعته البوليزاريو وهو يشكل خطر على هذه الفكر ومن شأن ومن شأن دعم هذا الفكر أن يساعد على زعزعة البوليزاريو اقل من دقيقه سيما نسليمي. اقل من دقيقه خطابي هو ما يلي الشخص الذي ولد في المخيمات قريب من الوصول الى 40 سنه اليوم صحيح. يقال له خطاب سنويا بان هذه هي سنه الحسم سؤال اطرح من يعيش ومن لا يعيش القياده تعيش في الخارج او تعيش تعيش عيشه التي هي برجوازيه ارستقراطيه والإخوان في المخيمات معنى أنهم يعيشون ظروف يعيشون مأساوية هنا يجب الإنتباه إلى الخلل هناك أكذوبة من طرف قيادة بتواطؤ مع الجزائر مستمرة على مجموعة من الإخوان وبالتالي يجب النضال من أجل الوصول إلى وضعية لاجئ أكررها إلى وضعية لاجئ له حقوق وحريات شكرا سيما سليمي بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه الحلقة من برنامج مع الناس لا يسعني في نهاية الحلقة إلا أن أشكر ضيوف الكرام السادة منار من سليمي رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات سيمانار شكرا جزيلا لك كما اشكر السي محمد عبد الله عليات شكرا جزيلا لك محمد عبد الله الشكر موصول ايضا للسيد نور الدين الشاب صحفي بجريده اسبريس الالكترونيه شكرا جزيلا لك واخيرا وليس اخيرا الاستاذ صبري الحوم محامي خبير في القانون الدولي ورئيس المركز المغربي للحريات والحقوق في امان الله